يا ولد يا ولد بس هاي يوم 9 ضرب الخلاني بعد دخول قوات الشغب ضرب مبصشها من الطشار مثل ما تشوفون. قوم اهلا قوم شيله قوم. ماكو شيء ان شاء الله لا تزعج. سلامتك سلامتك. هاي يوم 9 مبصشها من الطشار تقريبا اكثر من 10 صجمات ضربنا دخولنا الان قوات الشغب. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. شيع متظاهرو ساحة التحرير جثمان الشهيد المسعف عامر محمود العيثاوي الذي استشهد بنيران القوات الحكومية في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، وشهدت ساحة التحرير توافد حشود كبيرة من المتظاهرين لمشاركة في التشييع. وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد أعلن استشهاد المسعف عامر إضافة إلى متظاهر آخر، فضلا عن إصابة طفلتين كانتا مع أبويهما بإطلاقات نارية وكرات حديدية بأسلحة الصيد على يد قوات مكافحة الشغب أثناء هجومهم على ساحة الخلاني وسط بغداد. وقد هاجمت القوات الحكومية والميليشيات مجددا المتظاهرين المعتصمين في ساحة الخلاني ببغداد، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وأسلحة الصيد بشكل كثيف. وقال ناشطون بأن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجروح من جراء استخدام الذخيرة الحية ضدهم في محاولة جديدة لقوات مكافحة الشغب للسيطرة على ساحة الخلاني في بغداد. يأتي هذا في وقت أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بأن حصيلة الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين في ساحة الخلاني يوم أمس وسط بغداد بلغت 3 شهداء و44 جريحا. وقد تداول ناشطون لقطات توثق الاستخدام الكثيف من قبل القوات الحكومية وميليشياتها الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المتظاهرين، وهذا اللي شفناه في بداية الحلقة. منظمة العفو الدولية مينستري قالت بأنها تلقت تقارير تفيد بأن قوات الأمن في العراق جددت استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في ساحة الخلاني في بغداد، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات. وتساءلت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها كم من الوقت سيسمح بسفك الدماء في العراق، وأكدت بأن الحكومة الحالية لا تزال تتقاعس عن محاسبة قاتلي المتظاهرين السلميين. كذلك حملت نقابة الصحفيين العراقيين الجهات الأمنية مسؤولية الحفاظ على حياة الصحفي توفيق التميمي الذي اختطف يوم أمس. وقالت مصادر أمنية بأن مسلحين يتبعون لإحدى الميليشيات اختطفوا التميمي خلال ذهابه إلى مكان عمله من منطقة الشعب شمالي بغداد. وتواصل الميليشيات المتنفذة عمليات الخطف والاغتيال ضد الصحفيين وناشطي التظاهرات وسط صمت وتواطؤ حكومي بحسب منظمات محلية ومنظمات دولية. كذلك اغتالت الميليشيات المسلحة أحد المتظاهرين في محافظة بابل. وقال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بأن الميليشيات المسلحة اغتالت الحاج أبو أحمد أحد الداعمين لساحة اعتصام محافظة بابل. وكان الشهيد أبو أحمد قد ظهر قبل أيام قليلة وهو يتهم الميليشيات التابعة للأحزاب بالمسؤولية عن قتل ومهاجمة المتظاهرين السلميين. خلونا نتحدث حول زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يوم أمس إلى بغداد، حيث أوردت صحيفة العربي الجديد تقريرا حول هذه الزيارة وأسبابها وأهدافها. جاء في التقرير بأنه على الرغم من استمرار حوارات القوى السياسية حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد الاثنين، إلا أنها لم تفضي إلى اتفاق نهائي بشأن المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك مع دخول مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة حرجة، إذ لم يعد أمام القوى السياسية وخصوصا العربية الشيعية كما جاء في التقرير المعنية بقضية ترشيح رئيس الوزراء سوى أسبوع واحد من المهلة الدستورية المحددة لتكليف رئيس الحكومة بعد فشل محمد توفيق علاوي بتأليف كابينته. مصادر سياسية مطلعة جاء فيها التقرير، تقرير صحيفة العربي الجديد، قالت بوجود مشاورات للقوى السياسية، وقالت بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي التقى أغلب قيادات الكتل السياسية المعنية بأزمة تسمية رئيس الحكومة نجح مساء أمس الأحد في تحريك كما جاء في التقرير عجلة المفاوضات، وذلك بعد تحقيقه تقاربا بين قيادات سياسية متقاطعة أصلا أخفق رئيس الجمهورية برهم صالح في الأيام الماضية في جمعها باجتماع واحد. وبحسب المصادر فإن الحديث بات الآن عن اسم المرشح، وهناك مؤشرات تدعو إلى القرب اتفاق على أحد الأسماء المطروحة كما جاء في التقرير. وأضافت بأن أهم الأسماء هو مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات في العراق، ومستشار ديوان الرئاسة علي شكري. كان هذا الاسمين أو هذين الاسمين هما الأكثر حظا لغاية صباح اليوم الاثنين. رجحت المصادر بأن يقول شمخاني الذي أنهى زيارته إلى العراق صباح اليوم عائدا إلى بلاده إيران، وساطة صلح بين الزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إذ تعتبر أطراف عدة ومنها إيران بأن فشل رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومته هو بسبب الخلاف بين المالكي وبين الصدر. نريد نسمع أصواتكم أعزائي المشاهدين وتعليقاتكم حول هذه المواضيع. طبعا في المقابل عضو البرلمان عن تحالف سائرون علاء صباح الربيعي قال بأن القوى السياسية وصلت إلى مرحلة العجز بعد فشلها في تمرير حكومة علاوي، وتوقع في تصريح صحفي دخول البلاد في أزمة صعبة ومستعصية. معنا اتصال أم زهراء من بغداد. تفضلي أم زهراء. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لتمرير حكومة كابينة علاوي اللي ما صارت، نعم، مثل ما شفتوه، طبعا هي مو بسبب الشعب، لا. الو، اسمع شو زهراء وياك. بسبب خلافات بيناتهم، نعم. بس احنا بهذا الشيء ما لنا دور هاي المرة. الشعب العراقي لأول مرة يتوحد ويصير ايد وحده، والكتل صار بين السنه والشيعه والمسيح، ما هذا ما فرقوا. نعم تعبنا، يعني شيء يريدون من عندنا. كورونا صارت بالعراق بسبب ايران، المشاكل اللي عندنا بسبب ايران، يا حبيبي قلت لي شو يريدون من عندنا؟ خلي يفهمونا. هسه احنا اذا بنتي او اخوي او احد أدمن يتمرضون ويصير بيهم شيء، وشنو راح يفيدوني بعد؟ كافي 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 كافي. هسه احنا المرض قاعد يدخل علينا والله تعبنا، تنفتح اعصابنا، يعني مالنا واحنا بسبب هذا الشيء. ليش؟ بس فهمونا، يعني هو شو يريدون هسه من عندنا؟ كتلوا شبابنا، يتوا اطفال. هسه اخر شيء هسه انت قلت ضربوا اطفال اثنين، نعم، دول يعني حوضتهم متبين بيهم عود. كافي كافي، ملكونا كافي. اطلعوا العراق النا والكم، والله العظيم يا استاذ عمر، نعم، راح تبين حوضة اليتامى اللي اعطوهم، والناس اللي ماتت، ودول الشهداء الشباب اللي يسوون مراتهم، لا والله يسوون راس ابوهم. والله تبين والله تبين. واما مقتدى الصدر مقتدى الصدر حسبي الله ونعم الوكيل عليك ام مهند التبكي وحق نور محمد. بنتابع هذا الفيديو والله العظيم نموت قهر والله مليانه يا ربي والله مليانه. يعني منين نتلقاها؟ قل لي منين نتلقاها؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليه، حسبي الله ونعم الوكيل عليه. اما حقوق الانسان راح اقول لك شيء عن حقوق الانسان. احنا قاعد نسمع قتل، حقوق الانسان اجت هالقد مات، هالقد مات، والله العظيم حقوق الانسان ما لها اي دور. اي دور ما لها. يومي مات فلان هالقد ماتوا، بس ما لهم دور حقيقي، والله ما لهم دور حقيقي. نعم. حش اللي ماتوا عندنا، اقول حقوق الحيوان صارت احسن من عندنا. قاعد نشوف ناس تموت وناس تحكي بس لا ترى يا حق. انا اوجه للشعب اقول لهم لا حد يصدق لا امم متحده ولا بلاس خان ولا حقوق الانسان، ما حد يصدق بس الله. والله بس الله يساعدنا، احنا ما لنا اي احد. ونعم بالله. لا حد يتوقع من اي احد مساعده، هاي اللي اقولها، احنا بس الله ويانا. نعم اختي. ونعم بالله. أنا أشكرك أختي أم زهراء من بغداد كانت معنا. مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، نحييك ونحيي ثورة تشرين العراقية العربية المجيدة. حياك الله. ثورة الفزعة والعزة والشرف. ونقول للأخت العزيزة ما تبكيش، كل ما اشتد الظلم اقترب الفرج، بإذن الله تعالى اقترب الفرج. وإذا استنفذت قوة البشر فهناك قوة الله عز وجل أعظم وأقوى من هؤلاء القتلة أعداء الإنسانية وأعداء الله. لا تنسوا قوة الله يا رب لتفعيل قوتك في هؤلاء القتلة وكل من خان وطننا العربي وكل من قتل الأبرياء وكل من خان العراق والوطن العربي واتباع القتل والنهب والسرقة والدمار والخراب. يا رب تفعيل قوتك في هؤلاء القتلة، يا رب ندعوك بتفعيل قوتك في هؤلاء القتلة والمجرمين. يا رب وانصر الثورة، وانصر أهالينا، وانصر كل مظلوم في وطننا العربي. يا معز يا مذل يا حنان يا منان يا ملك السماوات والأرض. والله لم تربحوا، والله لم تفلحوا، والله ما دام الفقراء والمخلصين يطردوكم فأنتم مصيركم للمحاكمة بإذن الله تعالى. أما يا سيدي بالنسبة للمجرم شمخاني الإيراني يا سيدي لا يصح أبدا أن يتدخل في العراق العربي العروبي أبو العروبة وأساس الوطن العربي كله. لا يصح ولا يجوز لا شرعا ولا قانونا ولا دستورا، ولا يقبل شعبنا العراقي البطل أبونا وأخونا وسادنا وتاريخنا بأن يحكموا إيراني فارسي عدو الله وعدو الأديان أبدا. وإن شاء الله هتشكل الحكومة الشرعية بإرادة شعبنا الباطل إن شاء الله من داخل العراق العروبة. ونحييكم وكل الشعوب معاكم بإذن الله تعالى، الشعوب كلها معاكم، لكن هناك مطاردة وتعتيم إعلامي واضطهاد، لكن قوة الله أعظم من هؤلاء القتلة. وأنا أشكر سيادتك جدا. نعم أنا أشكرك مصطفى السيد من مصر. رسالة من ندى من الدنمارك تقول: أستاذ عمر، يعني منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة تستنكر أعمال العنف ضد المتظاهرين ولا نجد أي نتيجة منهم، الشهداء يتساقطون يوميا على أيدي الزمرة الحاكمة والموالين لها. ما هو الحل وكل العالم يتفرج وخلافات أفراد الحكومة حول توزيع المناصب، هم في وادي ومطالب المتظاهرين في وادي آخر. تقول كفى 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 استهزاء بالدم العراقي الطاهر. ندى من الدنمارك تقول: أنا أكتب لك هكذا وقد خرجت من المستشفى اليوم مريضة ويوميا أبكي على الشهداء الأبرياء، إن شاء الله ما عندش إلا العافية. رسالة من عمار ابن العراق يقول: السلام عليكم. يقول على الثوار: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أول متظاهر، يقول أعلنوا مني البراء أهلي وعمامي بسبب انضمامي للثوار، وأقدم لهم السند والحماية من قبل الذيول. يقول الحمد لله أني أنتمي إلى بلدي ولا أكون إلا عراقي أصيل، اللهم احفظ العراق وأهل الشرفاء وانصرنا يا الله. أخوكم عمار ابن العراق. الله يحفظك أخي العزيز. طبعا علي صباح الربيعي وهو عضو البرلمان عن تحالف سائرون أشار إلى فشل الكتل السياسية في التوصل إلى حلول في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وانخفاض أسعار النفط وتدهور الجانب السياسي وأزمة فيروس كورونا العالمية، وبين بأن هذه الكتل لا تعير أي أهمية للوضع الراهن ولا توجد أي مباحثات جدية، وهي شعرت بالعجز بعد الأزمة التي يعني خلفها بعد الفشل بتمرير حكومة محمد توفيق علاوي. تابع بأن الكتل التي أفشلت تمرير علاوي غير متجانسة كما أشار وغير متقاربة، لكنها تقاربت ضمن مشروع إفشال للحفاظ على مكاسبها ومغانمها، من بينها الكتل السياسية الممثلة للسنة كما قال وللكرد وبعض الأحزاب الشيعية كما جاء في تصريحه. اتهم هذه القوى بالسعي إلى إعادة المحاصصة من خلال تدوير ذات الأسماء التي تم رفضها في السابق. طبعا الكل يتحمل ما يجري في العراق. طبعا مصادر سياسية أكدت من الهدف الرئيسي وراء زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى العراق هو من أجل طرح إمكانية إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالمنصب لحين إجراء انتخابات مبكرة. وأضافت المصادر بأن شمخاني التقى بالقيادة السياسية وأبلغهم من خلال مستشار الأمن الوطني فالح الفياض بشأن إبقاء عبد المهدي في منصبه، وأشار إلى أن عددا من القيادات رفضت هذا المقترح، بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الجمهورية برهم صالح. معنا اتصال أبو حيدر من النجف. تفضل أخي أبو حيدر. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك وقناتك الموقرة والمستمعين الكرام. حياك الله يا أهلا بك. عندي كم نقطة أساسية أحب أوضحها من خلال قناتكم الموقرة. نعم. أول نقطة بالنسبة لصلاة الجمعة اللي منحت بالعراق، ترى مو قضية فيروس ولا غيرها، هذا أمر من علي خامنئي. الأمر تنفذ بالعراق لأن ما شاء الله مرجعية النجف تمشي بأوامر إيران، بأمر علي خامنئي وباعتباره هو ولاية الفقيه. خلي يسمعون المقلدين اللي يقلدون السيستاني وغير السيستاني عن قضية واجب شرعا على الأمة العربية كلها تلغي بسبب فتوى رجل فاسد. هاي وحدة. الشيء الثاني إخفاء أمر فيروس كورونا في إيران. هذا الرجل الخسيس والنذل والفاسد خف الأمر أكثر من 16 يوم أو 17 يوم على إيران لغرض الانتخابات، في سبيل أن الناس ما تصير بها ضجة وتشرد وكذا، ما تتواصل بالانتخابات، فخف الأمر لحد ما وصلت إعلامية قبل يومين أنه أكثر من 200 إلى 250 ألف شخص بإيران مصاب بالفيروس وأكثر من 5000 شخص مات. شوف الدمار. المرض ذبتها بالعراق، ومع الأسف الأنزال وذو الخسة والنذالة اللي تابعين القيادات العراقية اللي هم تحت أوامر الوزارة الدفاع أو غيرهم والداخلية أن ما يغلقوا الحدود، يستحون من إيران يغلقون الحدود في سبيل يزرعون هذا المرض بالعراق. احنا ما كان عندنا فيروس. شوف أول ما انزرع الفيروس هم علماء الدين اللي جابوه، وأول ما أجت حوزة النجف بالعلم بالدين شوال الدين، إذا الله يسلط عليكم مرض يقتلكم ويدمركم. بالنسبة لهذا المرض ثقوا بالله، وخلي يسمعون كل المتظاهرين، ثقوا بالله هذا المرض الله بيزه نعمة، نعمة إن أهل العراق يعني خاصة. أنا ما شمت بأي شخص والله العظيم، بالعكس أنا مقهور على الشعب الإيراني، بس هذا المرض الله جعله انتقام من كل رؤساء العالم، وشوف ايش راح يسوي بهم خلال 10 الى 15 يوم القادمه. اليوم وصلتنا معلومات ان اكثر من 30 الى 35 واحد بالبرلمان العراقي مصاب بفيروس كورونا ومتخبرين كذب، الاخبار ما طالعه خذها مني، وانتشار مرض كورونا يعني هاليومين بالخضراء يعني عامة انتشار مو طبيعي. زين هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة يعني انا بسال سؤال، انتم الى متى راح تظلون بالقمع والقتل يا فسده يا فجار؟ انا جاي حاسب يعني البرلمان باكمله 330 شخص صار لكم 17 سنه ما بنيتوا مدرسه، تشيلون فاسد وتحطون فاسد، واللي كان املنا بيهم اللي يندعون بالدين مثل مقتدى الصدر، نعم، عمار الحكيم النبيل، كان اكو الشعب الامل، الحوزه الدينيه المرجعيه جماعه السيستاني كان عندهم امل بهالنماذج هاي عن انه يتطور العراق وكذا، وكان عندهم، بس يا اخي حقيقتهم انكشفت بهاي الثوره، هاي الثوره كشفت نار امام العالم كله وسقطت الاقنعه، انتم بعد شنو شالبين بيهم؟ شنو دين؟ شنو مرجع؟ انت اذا الدين، اذا انت تشوف العالم والمرجع الديني ما يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليش مشلت يا اخي؟ شنو السيستاني؟ السيستاني اول معول قال لك بكتابي تلقى الحق وتلقى الباطل، يا اخي تمسكوا بكتاب الله. اوف فلان وعلان، اتجهوا للطريق الصواب، الله جعلكم كتاب القران الكريم، اقروه، تمعقلوا به، افهموه، ادرسوه زين، تعرفون الصح من الغلط. هؤلاء اصنام علماء الزور، علماء الضلاله، يا اخوان افتهموا اترجاكم. نعم. وتحية لك وقناتك. شكرا ابو حيدر من النجف، كان معنا ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. ابو عمر، وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يعني الايه القرانيه صحيحه عندما يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله باموالهم. زين؟ ثم ينفقونها فتكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يحشرون. أنت المتصل هذا قبل أبو حيدر من النجف، أنطوهم مجال هكذا ناس قد يحكون بعد ماكم استحى. على من نستحي؟ نستحي من الله ولا نستحي من ناس تفلت فاقطين؟ مو حكي الرجال وآخر شيء شكرنا أبو عمر. نعم؟ مو حكى الرجل واخر شيء قال انا اشكركم ومع السلامه. بارك الله، ما قاطعنا، بارك الله فيك. نعم، ابدا قطعوا، انتم مجال بس لا يتجاوز المسبات وهذا يعني يخدش الحياه. لا، الرجل قال الحقيقه، خلوهم يحشون الحقيقه. واحد من النجف اليوم يتصل بيك يقول لك هذا الكلام. طيب وين صايره هاي؟ هاي سنة، يعني 16 سنة راقب قناتكم ما سمعت الكلام هذا. أستاذ عمر، صار لي أقول حكاية وحدة بس. الحمد لله والشكر، النفط وصل إلى سعر 32، باكر الصبح 9 عليه إن شاء الله ب 25 ب 27. زين، أدري أنتم منين راح تجيبون إذا وصل 15 و10؟ والله لا يرجعوكم يقعدوكم على الحديدة. والله الا هاي الفلوس، على شنو باقيين انتم على الكراسي؟ هاي الفلوس الموجوده بالخارج كلها يحجزوها والله، لان تعتبر ديون. انا سمعت انه بندعكم من البنوك السفارات الموجوده بالخارج، اي دوله مديونه حق اي دوله داينه ان تبيعها، هذا موجوده، يروح يقعد له يفتح الكمبر بالشارع. وانا اشكرك استاذ عمر. حياك ابو عمر من السليماني، كان معنا ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اشكرك جدا، انا احيي اخ ابو عمر من السليمانيه والاخت بزهران بغداد والاخ ابو حيدر من النجف والساده المشاهدين. والله اخي عمر، تعقيبا على تصريح عادل عبد المهدي المستقيل الذي يقول واشنطن تريد منا ان نقطع علاقتنا مع طهران مع ايران الذين قدموا الدعم لنا. أنا يعني تعقيبي على هذا التصريح، أنا يعني الشعب العراقي، ما هو الدعم الذي قدمت إيران للعراق؟ يعني من يوم الغزو الأمريكي إلى الآن أدوية فاسدة، مخدرات، قتل، تشريد، وسرقوا المال العام العراقي، وجوعوا وعملوا فتنة طائفية في العراق. فما أدري عادل عبد المهدي من كثر اللطم ايش هذا الدعم ايش يقصد فيها. وايضا تعقيبي على شمخاني وفالح الفياض، ما يستحي شمخاني، وايضا ظهر صالح الفياض وشمخاني أيضا يلطمون كثير في عاشوراء، لا يرون الحقيقة. يعني الشعب العراقي خاصة أهل الجنوب لماذا انتفضوا ضد الحكومة العراقية؟ أنا أريد يفسر لي الذي شمخاني يقول إن العراقيين الشعب العراقي يرفضون التواجد الأجنبي في العراق، فيعني هو ما يعتبر نفسه أجنبي. يعني المتظاهرين عندما يقولون إيران برا برا بغداد تبقى حرة ما يشوف هذه الحقيقة. أنا أريد يعني شمخاني يعني ولا من كثر النصب صار خلل بعقله ما يشوف الحقيقة. أخي الكريم، فالله عز وجل نقول يعني إمام عمر رضي الله عنه كان يعني يقول يا ليت بيننا وبين الفرس جبل من نار. يعني دمروا العراق يا أخي، كفونا شركم وآخرها يجيبون لنا فيروس كورونا. الله ينتقم منهم وإن شاء الله. الله عز وجل كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كل هؤلاء المهجرين والأيتام وجوع الشعب العراقي الله إن شاء الله سينتقم، ولله جنود السماوات والأرض. فنسأل الله العفو والعافية أن يحفظ شعبنا وأهلنا في العراق. آمين يا رب. شكرا أبو عبد الله من لندن. أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك، يحفظ قناتكم الرافدين ان شاء الله، ويحفظ الشعب العراقي ان شاء الله. وتحياتي على ابو عبد الله من لندن. حياك يا ابني حياك الله. شمخاني ايش عنده بالعراقي؟ عن 16 سنه شمخاني وربع شمخاني وقاسم سليماني يوميا جايب الحكومه ومودين حكومه بأمرة ولايه الفقيد. يعني ما يفكرون بهاي الشعب الفقير. هاي المظاهرات صار لهم 5 شهور طالعين بشوارع ابن عمر. نعم. فوق 800 واحد انقتل، فوق 300 جريح. يعني شمخاني عنده بالعراق النحل الوالدين على الخديد بالعراقي يوم يسمع بالصدر بالمالكي بغير المالكي. من الله ينعلهم ان شاء الله، ما يفكرون الشعب هذا الفقير المسكين. العالم ياكل بالزباين، لا شغل ولا عمل ولا اي شيء. يا ابن عمر شمخاني عندنا نعلة الله على هو وخميني ما ينجموا على العراق. نعلة الله على خميني، نعلة الله على قاسم سليماني الفطس بالعراق. انعل والد خميني والد القاسم سليماني جابهم على العراق. احنا عراقيين حرة شباب صاروا من 5 شهور يتفاوضون بالشوارع، قتلوا منهم 700 واحد. كل شاب يسوى خامنئي ابو خامنئي، كل شاب يسوى مالكي رب المالكي، كل شاب يسوى. نعم ابو زكريا. ابو زكريا من كركوك، اشكرك ابو زكريا من كركوك. كان معنا ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله قناة الرافدين وحي الله مشاهديها. حياك الله، يا هلا بك. والرحمة على شهداء التظاهر، والرحمة على شيوخنا العظام، وبالأخص المرحوم الفقيد حارث الظاري. آمين يا رب. أستاذ عمر، بالنسبة الوضع اللي قاعد يصير بالعراق وخاصة بالمنطقة الخضراء بعد الفشل والكتل السياسية وعدم مرشحين من ضمن هاي الاحزاب اللي رشحتهم وتحاول ان تخلي انسان بديل عن عادل عبد المهدي اللي ما صار بيناتهم اي تفاهم واي وفاق اللي تقدمه هاي الحكومه للشعب العراقي. لكن الحكومه الايرانيه منتبهه الى هاي الحكومه العراقيه والاحزاب السلطه اللي موجوده بالخضراء. الاهتمام دور كبير في هذه الحكومة من أجل مصالحها ومن أجل إيران بقاها في العراق. فيستارعون دائما يجون بأي لقاءاتهم وبأي تعليمات تصدر من إيران لأجل إنجاح هاي الحكومة والأحزاب الفاسدة الذي تحكم العراق من 2003 ولحد الآن. فمهما كان شيخاني او اي وزير او اي مسؤول من الحكومه الايرانيه اللي ما تمثل الشعب العراقي وحسافه على الحكومه او هاي الاحزاب اللي موجوده بالعراق اللي جاي تحكم اللي ما عندها وانهارت من بعد فشلها والفضحه وامام الشعب العراقي وسقوط هذه الاحزاب ودعم هاي الاحزاب من قوات الايرانيه او من قوات من بعض اللي متدخله في قوات الشغب وقوات اللي موجوده اللي قاعد تحكم بالمنطقه الخضراء وفشلها وعدم قدرتها للسيطره على الوضع الامني، لانه اصبحوا الان الشعب العراقي ما يريدهم نهائيا ورافض هاي الاحزاب السياسيه ورافض هاي الحكومه. فلكن للاسف الحكومه الايرانيه او الميليشيات الايرانيه تحاول تنهض من هذه الاحزاب، لكن مهما كانوا شيخاني او اي شخص ثاني من ايران يحاول ان ينهض هذه الاحزاب وهاي الحكومه ما يقدرون، لان الشعب العراقي رافض ايران ورافض اي تدخل اجنبي يتدخل بشؤون العراق. العراق احنا اهله واحنا بلده، وان شاء الله هاي الثوره مهما طالت ومهما مدت في اوقاتها ان شاء الله تكون منتصره على هذه الاحزاب، والشعب العراقي اصلا رافضهم نهائيا نهائيا. فاي واحد يجي للعراق يحاول ان يخلي السلطه على هذا الشعب ما يقدرون نهائيا نهائيا، مهما قدروا ان يسوون ويصالحون المالكي او مقتدى الصدر في بيناتهم اي خلافات، يحاولون على النقاط اللي كانت سابقا بيناتهم خلافات ويحاولون ان يصالحون. هاي الامور كلها ما تفيدنا نهائيا نهائيا، لانه الشعب العراقي استاذ عمر رافضهم نهائيا نهائيا. وهاي الثوره بينت ناس كثيرين، بينت ناس من الاحزاب اللي قمعوا الشعب وعرفوا من قباطع الزروس وحزب الله والعصائب. اي فان شاء الله ناجحه هاي الثوره باراده هذه العراقيين، وهاي الثوار الابطال ومحافظاتنا المجيده ان شاء الله سوف تنتصر على هذه الحكومه واحزاب السلطه. شكرا ابو عمر من بغداد كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. الجديد ثورتنا محلاها سلمية مسراها خلنا نبقى وياها هاي المسيرة. يلا ثورتنا محلاها سلمية مسراها خلنا نبقى وياها هاي المسيرة. اسمع هاي المسيرة للأبد خلوها حتى الكرام بكل وقت تلقوها، حتى الكرام بكل وقت تلقوها. الله والروح بس لأجل الوطن ضحوها، والروح بس لأجل الوطن ضحوها. يا عراق غيرك ما نحب صيحوها، يا عراق غيرك ما نحب صيحوها. اسمع بغداد يا حلوة غيرك ولا نهوة، بغداد يا حلوة غيرك ولا نهوة. خلونا نقراها هاي المسيرة، يلا بغدادنا محلاها سلمية مسراها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلق قال بأن كتلا شيعية تسعى لإبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه وفق رغبة طهران كما قال. أوضح المطلق بأن الكتل الشيعية لا ترغب بإجراء انتخابات مبكرة لأن إيران تريد انتخابات تنافسية بلا خسارة في وقت يعاني فيه السياسيون من وضع مرتبك. كما أشار المطلق إلى أن إيران تريد جعل العراق ساحة للدفاع عن مصالحها، وهو سبب تدخلها في قضية إخراج القوات الأمريكية من البلاد. معنا اتصال أبو علي من واصل، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. الشعب العراقي الكريم، أهلا وسهلا بك. جمهور قناة الرافدين، يا أهلا. حتى مما انتهيت أستاذ عمر، يعني من صالح المطلق اللي خذلوا شعوبهم، يعني بغض النظر عن ينتمي الحزب أو ما ينتمي الحزب أو غيرها، لكن أي شخص شارك بالعملية السياسية بالعراق بعد 2003 وما خدم شعبه وما قال يعني الحقيقة، احنا نريد يقول الحقيقة لا أكثر ولا أقل. نعم. أما يقول لي على الكتل الشيعية أو غيرها ويميزها، يعني أنتم هم نفس الشيء، أنتم هم دخلتوا بالبرلمان باسم السنة وأنتم ما سويتوا شيء للسنة، مع أنتم اللي قسمتوا الشعب العراقي، والشعب العراقي أكيد طبعا هم كلهم مشتركين وكلها تدور حصة. بالضبط. نعم. يعني الآن حتى الآن أستاذ عمر، الآن الوباء الجديد يعني فوق الوباء الجاي للعراق من 2003، وباء كورونا، يعني العراق حتى يكتشفون الحالة يومين يموت، يعني الحالة موجود بها من زمان. طبعا أنا أقول 10 أو 15 ضعف ما معلن الآن، وهم تدري شو ينتظرون أستاذ عمر؟ هم ينتظرون حتى منظمة الصحة العالمية تنطي مساعدات للعراق ويشاركون الشعب بالمساعدات. يعني لاحظت حتى يعني المهجرين اللي عمري ما سمعت واحد يتهجر ببلده. هذا ما سمعناه ابد بالعالم، يعني قاموس جديد بالسياسه العراقيه. هم يعني رسالتي انا والدول تساعدهم، اخذوا فلوس وباقوا نصهم، اذا ما باقوا يمكن هم ينتظرون هسه، يعني ما ادري من نبدا بالعراق بالمشاكل اللي هم اساس المشاكل، نبدا من كورونا، نبدا من الدوله الان ميزانيتها جايه النهب بدون رقابه. تعرف احنا الان بالشهر الثالث استاذ عمر لا ميزانيه، لا موازنه، لا اقرار، لا صرف، ماكو ديوان رقابه ماليه، ما شغال، يعني جاي بيقولوا بدون رقابه. زين مجلس النواب الان هم يتمسكون بالدستور، وهم اساسا لعبوا بالدستور مثل ما يقول بالعراقي لعبوا بدوله. نعم. يعني ايش ما يعني خالفهم واحد من الراي قالوا انت غلطت الدستور. نعم. أنا أشكرك أبو علي من واسط. كان معنا رسالة واتساب، يقول ابن العراق السلام عليكم، يقول شمخاني جاء لغرض جمع الأحزاب وجعلهم صوت واحد في البرلمان للتصويت على شخص مقرب من إيران وجمع التشظي الحادث بالأحزاب الشيعية كما أسماها، بسبب بس هاي الفرارات مالتهم ما تفيد. يقول الانتفاضة باقية وعدم الرضوخ لكل المؤامرات حسب رأي البسيط ابن العراق. رسالة السلام عليكم، أنا تبارك من الناصرية، تقول أحيي قناتكم الكريمة، تقول إحنا نساند ثوارنا الأبطال في ساحات التظاهر وإن شاء الله النصر إن بإذن الله تعالى، وشكرا لكم. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، تحياتي إلى قناتكم الشريفة وتحياتي إلى كل المتصلين، يقول لا شمخاني ولا نوري ولا مقتدى ولا العامري يفيدونا، اللي يفيدنا بس المتظاهرين السلميين، ويقول أترحم على أرواح الشهداء العراقيين والله يرحم موتانا أبو زكريا. رسالة من أم عمر تقول السلام عليكم، تحياتي أستاذ عمر، الله محييش أختي، تقول أنا أؤيد السيد أبو عمر، دعوا الناس تتكلم ما يدور بخاطرها، لأن لصوص العراق كل ما يقال عنهم قليل بحقهم ولا يعتبر تجاوز بحقهم، لأنهم يستحقون ما يقال عنهم. والسلام عليكم. أختي العزيزة، احنا نفتح هذا البرنامج هو لكم، للجمهور يعبر عن رأيه فقط، احنا ما نسمح بالتجاوز على الأشخاص أو أنه يكون متصل صاحب نفس طائفي فقط، ولا مفتوح البرنامج إلى الجميع. طبعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اتهم الولايات المتحدة بالضغط على حكومته أو حكومة بغداد لقطع علاقاتها بإيران، وأشاد عبد المهدي خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في بغداد والوفد المرافق له في بغداد بما سماه موقف نظام الحكم في إيران وما قدمته من دعم وخدمات للحكومة في بغداد، فيما شدد على رفضه أن يكون العراق ساحل الصراع بين واشنطن وطهران أو منطلقا لمهاجمة طهران. معنا اتصال أبو طه من فنلندا، تفضل أبو طه. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله. اليوم موضوع الحلقة مالك موضوع جيد إن شاء الله. تفضل أخي العزيز. زاد فضلك حبيب قلبي على هاي الحكومات اللي موجودة. نعم. بالعراق العظيم اللي تدمر بعد 2003. على ذول السياسيين. أول شيء جهلة وخونة وحرامية. هذا الصفات قليل بحقه. يعني السياسيين ما يهتمون شعبهم، ما يهتمون وطنهم، يعني ما خلوا شغله ما جابوه من إيران. نعم. ما خلوا وباء ما جابوه، يعني حتى السعينة سدوا الحدود العراقية، سدوا المطارات، سدوا الحدود العراقية الإيرانية. إيران الناس تموت بالشوارع. يعني الناس تموت بالشوارع من هذا المرض. هم فاتحين الحدود، اكو حدود مفتوحة بديالة، تعطل بدون تفتيش بدون أي شيء. يطبون الزوار الى العراق ويعطوا بهم هذا الامراض. يعني ما يكفي هم مرض علينا من 2003 لحد الان يحظون بالشعب العراقي ويقتلون به. والنوب بعد النوب يجيبون لنا امراض، يستوردون لنا امراض من ايران. يعني ما يستحون على ارواحهم، ما يخجلون. نعم. يعني الشعب العراقي الى متى يعني يقتلون بالشعب العراقي؟ الى متى؟ عدد الاغتيالات اللي موجوده هسه بالمتظاهرين والناشطين الاعلاميين. يعني والله ما نعرف شو نقول. نعم. قاعدين هنا ودمعتنا تجري على بلدنا، دمروه هجرونا وبهدلوا اهلنا وبهدلوا الجنوبيه والغربيه كلها، الشماليه كلها دمروها بسبب هذول الحراميه. نعم. والله ما نعرف، يعني ما اعرف شو اعبر لك شحشي، يعني شو نحكي قليل بحقهم دول. اي عراقي شو يحكي قليل بحق دول السياسيين الخون الفاشلين اللي ما جابوا لنا غير الذل والقتل والتهجير وما راضي. نعم. يعني ميليشياتهم عايشه بهالشعب وعايشه بهالمتظاهرين والمواطنين، وسعينا ردوا بعد اللوخ فاتحين الحدود ويدخلون لنا منها الزوار الايرانيين ويدخلون المرض للعراق، وراح بهذه راح يقضون علينا، هذا راح يقضون على الشعب العراقي، بهذه شغلتهم اللي مالت الحدود مال دياله، معبر دياله. نعم. نسأل الله أن يحفظ ويحمي العراقيين. أنا أشكرك أبو طه من فنلندا كان معنا. خلونا نتحدث في الدقائق الأخيرة لعمر البرنامج. اليوم هناك تحذيرات من انهيار الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض أسعار النفط وبيع العملة الأجنبية وتهريبها خارج العراق خاصة إلى إيران، حيث طالب المتظاهرون المعتصمون في ساحات الاعتصام بتدخل الأمم المتحدة والبنك الدولي لحماية أموال العراق من السرقة. وقال المتظاهرون بأن الحكومة والأحزاب الفاسدة متهمة بسرقة أموال العراق وتبديدها، مضيفين بأنه يجب حماية هذه الأموال منهم. كما حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان مشرق ناجي من انهيار الاقتصاد العراقي جراء فساد بعض الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة. وقال ناجي بأن وزراء حكومة تصريف الأعمال يساهمون بتعجيل انهيار الاقتصاد العراقي بفسادهم، وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في العراق أمام منزلق خطير خاصة بعد انخفاض أسعار النفط إلى النصف. طبعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد بأن العراق مقبل على كارثة مالية واقتصادية إذا استمر هبوط أسعار النفط المرتبط بفيروس كورونا المستجد والإجراءات السعودية الأخيرة. وقال كوجر بأن المواطنين سيدفعون ثمن هذه الكارثة لأن الحكومة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط، وهي تحتاج لجلسة مكاشفة لتطمين الناس. كما قال بعد انتشار الذعر والخوف في صفوفهم، وأضاف بأن هبوط $1 في سعر برميل النفط يعني خسارة العراق قرابة $1.5 مليار دينار يوميا. وأشار إلى أن الأمل الوحيد لعدم الوقوع بأزمة اقتصادية حادة هو اختفاء فيروس كورونا وعودة أسعار النفط إلى طبيعتها. معنا اتصال ومع عبد الله من بغداد. تفضل يوم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك إلى قناتكم الشريفة لكل عراق شريف. حياك الله. أستاذ أنا يعني توقعاتي أنه اللي يصير بالعالم هذه الكارثة والتوتر العالمي اللي موجود حاليا نتيجة الأوبئة والأمراض خاصة مرض كورونا وانتشار السريع وغلق الحدود لكل دول العالم، هذا كله تأثيره على العراق. يعني احنا كعراق راح يصيبنا كارثة لا سمح الله، كارثة تصيب الشعب العراقي. خاصة إذا وصل النفط إلى 25 دولار معناها ترى راح تقل الرواتب وراح تقل الخدمات، هو أصلا خدمات ماكو، ويعني شلون راح يعيش البلد؟ بعدين عندنا مثلا زراعة قليلة، صناعة ما عندنا، تصدير ماكو، يعني صناعات داخل البلد أيضا ماكو، يعني إحنا مقبلين على كارثة يعني تصيبنا لا سمح الله، بالإضافة إلى الشهر الثالث تنزل أمطار كثيرة، راح تصير فيضانات، تفتح إيران حدودها المياه والسيول على العراق، لأن إحنا طبيعة بلدنا هو كحوض، يعني خاصة السل الرشدي بالنسبة للجنوب. زين إحنا هذا الشعب كله 40 مليون، يعني بس يطلعون يعني مليون أو أكثر من مليون مظاهرات يطالبون بخدمات ويطالبون بتوزيع الثروات وفرص العمل، والباقي ساكتين. نعم. يعني إلى متى هذا الوضع اللي أشكرك أم عبد الله وأعتذر على المقاطعة لأن ما بقى بس عندنا دقيقة للختام. طبعا كما أشرنا بأن خبراء اقتصاديون حذروا من ارتفاع العجز التقريبي في الموازنة العامة للعراق إلى أكثر من 51 مليار دولار، وأكدوا بأن العجز التقريبي في الموازنة جاء على خلفية أسعار النفط المرتفعة التي أدرجتها الحكومة على أسعار اعتماد على سعر برميل النفط ب 56 دولار، فيما وصل سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا. وذكرت مصادر صحفية بأن الأوساط السياسية والحكومية كذلك تترقب قائمة عقوبات أمريكية جديدة لمسؤولين حكوميين وأمنيين وقياديين بارزين في ميليشيا الحشد متورطين بقمع التظاهرات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.